انطلقت أولى رحلات مشروع المكتبة المتنقلة لمكتبات مصر العامة بشوارع ومدارس ومراكز شباب قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية الشامية بأسيوط. وتحتوي المكتبة على أكثر من 9000 كتاب في مختلف المجالات. شرفنا باستقبال مكتبة مصر العامة، حضرت إلى المدرسة ونفذت للتلاميذ بعض الأنشطة، وفيها كتب وقصص متنوعة، وهي بتتجول في القرى التي دخلت مشروع حياة كريمة. بنحاول نعمل نشر ثقافي ووعي اجتماعي للأطفال بالمشكلات القومية وقضايا الوطن. بنحاول نبرز للأطفال أهمية المواطنة والانتماء للوطن. ده بيجي طبعا من خلال عدد كبير جدا من الكتب والقصص الموجودة للأطفال في داخل المكتبة المتنقلة. النهاردة أول مرة تيجي المكتبة المتنقلة، بتضم العديد من الكتب في المجالات المختلفة، وهي جت المدرسة وعملت العديد من الأنشطة وخلتنا نلون وشغل أغاني أطفال. احنا مبسوطين جدا إن المكتبة المتنقلة زارتنا في مدرسة العبور، ففيها العديد من الكتب، ممتعة جدا، وهم شغلونا يعني علمونا الكثير من المهارات. أنا فرحانة خالص وكلنا فرحانين إنها أول مرة تزورنا المكتبة المتنقلة، وفيها إحنا دلوقتي موجودين فيها، وبتدل على الجميع من القصص والمعلومات.